حياكم الله مشاهدينا وحيا الله قوات المسلحة السودانية صمام أمان البلاد. إليكم أحداث اليوم وهذه هي العناوين. القائد العام للقوات المسلحة يكشف عن مشاركة تنظيم القاعدة في القتال بجانب الميليشيا الإرهابية. البرهان يؤكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتطهير البلاد من دنس ميليشيا أليداغلو الإرهابية. المبعوث الخاص للرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده للشرعية وسيادة السودان ووحدة أراضيه. أهلا بكم مشاهدينا. أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعلن عن تعازيه ومواساته في المغفور له بإذن الله الشهيد رائد حقوقي هاني عبد الغفار سليمان حمد، والذي لبى نداء ربه شهيدا في معركة الكرامة ضد ميليشيا أليداغلو الإرهابية بمنطقة الميرم بالفرقة 22 بابانوسة. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة أشاد بالدور والموقف البطولي الشجاع الذي قدمه الشهيد في هذه المعركة مع زملائه في سبيل الدفاع عن الوطن وعدم استجابته للإغراءات التي قدمت له من قبل ميليشيا أليداغلو الإرهابية. وعبر البرهان قائلا أن هؤلاء الشهداء من القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمستنفرين لهم دين علينا سنرده لهم بالانتصار ودحر هؤلاء المتمردين. كما تقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وأهله وذويه وزملائه في الخنادق ومحاور القتال المختلفة، سائلا الله العلي القدير أن يتقبله في زمرة الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. استشهد في موقف بطولي وموقف شجاع. يمكن ما دا نتكلم عن الظروف والملابسات، لكن غدا سينكشف ما قام به هذا البطل وما قام به اخوته الاخرين في سبيل الدفاع وعدم النقوص وعدم الاستجابه للاغراءات والاملاءات التي طلبت او فرضت عليه. استفسروا ودافعوا وقدموا ما اقصى ما يملكونه وهو انفسهم دفاعا عن هذا السودان. لذلك نحن حريصين اننا الدين بتاع الشهداء كلهم من القوات المسلحه، من المواطنين، من المقاومه الشعبيه، كلهم نرد لهم هذا الدين انتصار ودحر لهؤلاء المسلمين. خلال لقائه عددا من الاعلاميين السودانيين والعرب، كشف رئيس مجلس السياده الانتقاليه القائد العام للقوات المسلحه الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان كشف أن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية يقاتلون في صفوف ميليشيا أليداغلو الإرهابية، مؤكدا أن الجيش يرفض أي اتفاق لا يسبقه استسلام وانسحاب للميليشيا من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وأن الحرب لن تنتهي إلا بتطهير السودان من دنس ميليشيا أليداغلو الإرهابية المتمردة. كشف رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن مسلحين بتنظيم الدولة الإسلامية يقاتلون في صفوف الميليشيا الإرهابية التي يقودها محمد حمدان دغلو حميتي، مؤكدا أن الجيش يرفض أي اتفاق لا يسبقه انسحاب قوات الدعم السريع المتمردة وأن الحرب لا تنتهي سوى بتطهير السودان من تلك القوات. وتحدث البرهان خلال لقاء وفد إعلامي في بار سودان الخميس عن استهداف قوات الدعم السريع مقار اعتقال لعناصر تنظيم الدولة ونجحت في تحريرهم وأصبحوا الآن يقاتلون في صفوفها. وأشار البرهان وفقا لموقع الجزيرة نت الإخباري إلى أن السلطات السودانية رصدت تحركات لخلايا من تنظيم الدولة ودخول عناصر من الخارج خلال الفترة الأخيرة تم اعتقال عدد منهم. واعتبر البرهان أن الخطر الذي تشكله تلك العناصر جزء من المخاطر المحدقة بالمنطقة في حال انهيار السودان، وهو ما لا تدركه الكثير من الدول في المنطقة. وأوضح أنه رغم زياراته المتكررة لتلك الدول فإن تحذيراته لم تلقى صدى. وأكد رئيس مجلس السيادة أن عدد المقاتلين في صفوف الميليشيا الإرهابية الأقل منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن الجيش مصر على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر وإبعاد الميليشيا عن جميع المناطق التي سيطرت عليها. وقال البرهان إن الجيش اختار اللجوء للاستعانة بالمقاومة الشعبية ردا على استهداف عناصر الدعم للمواطنين وارتكاب انتهاكات بحقهم من بينها جرائم السرقة والنهب والاغتصاب.
عاد وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين عاد إلى البلاد بعد مشاركته في فعاليات المؤتمر الرابع لوزراء الداخلية وقادة الشرطة في الدول الأعضاء بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وترأس وزير الداخلية الوفد المشارك الذي ضم الفريق شرطة حقوقي خالد حسن محي الدين المدير العام لقوات الشرطة واللواء الشرطة محمد أحمد أبكر مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي. وناقش المؤتمر قضايا النظم الجديدة لعمليات حفظ السلام والمجالات المحتملة للنزاعات والعنف واستدامة السلام والعمل على تعزيز عمليات السلام وإنفاذه. وصل السيد وزير الداخلية قادما من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك بعد مشاركته في مؤتمر رؤساء الشرطة على مستوى العالم. هذا المؤتمر يعقد كل عامين في الولايات المتحدة الأمريكية بمبنى الأمم المتحدة، وإن شاء الله يعني كانت زيارة ناجحة بكل تفاصيلها وكل برامجها. وسوف يعقد السيد الوزير مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين إن شاء الله ينور كافة أجهزة الإعلام بما دار وبما تم إنجازه في هذا المؤتمر الدولي إن شاء الله. أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا حول منع الميليشيا وصول شحنات من البذور للمزارعين بولاية سنار، جاء فيه في إطار الحرب الشاملة التي تشنها ميليشيا الجنجويد الإرهابية على الشعب السوداني بما فيها تدمير للبنيات الأساسية والمؤسسات الإنسانية. منعت الميليشيا وصول شحنات من البذور وفرها برنامج الغذاء العالمي للمزارعين بولاية سنار وذلك للموسم الزراعي المطري. يأتي ذلك امتدادا لاستهداف الميليشيا الإرهابية لمناطق ووسائل الإنتاج الزراعي بغرض إحداث مجاعة في البلاد وإفراغ الأقاليم المنتجة من سكانها الأصليين بغرض توطين مرتزقتها وعناصرها الأجنبية. وقد شمل المخطط الإجرامي للميليشيا نهب أكبر مخازن برنامج الغذاء العالمي في واد مدني في ديسمبر الماضي، تعطيل الموسم الزراعي الشتوي في مشروع الجزيرة ذلك بعد نهب الآليات الزراعية والأصول المتحركة وإغلاق الترع ونهب المحاصيل التي تم حصادها والبذور المعدة للزراعة، تهديد مناطق الإنتاج في ولاية سنار ومشروع الرهد، تخريب هيئة البحوث الزراعية وبنك الجينات الزراعية. وتؤكد الحكومة السودانية أنها أكملت الاستعدادات لإنتاج ما يكفي من أغذية في المناطق الآمنة وأن الشعب السوداني قادر على كسب معركة الإنتاج وهزيمة مخطط تجويعه. التقت سفيرة السودان في برلين التقت بالدكتورة كاتيا كويل وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية وقدم شرحا لتطورات الأوضاع في السودان وجرائم التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية ضد المدنيين وتدمير في البنيات الأساسية والمرافق العامة على نحو ما حدث مؤخرا في ولايتي الجزيرة وسنار إلى جانب تعويقها للمساعدات الإنسانية. وأوضحت حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار وإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين، كما طالبت بممارسة الضغوط على الأطراف الخارجية التي تزود الميليشيا بالسلاح والمرتزقة والسند الإعلامي. وعبرت وزيرة الدولة الألمانية عن اهتمام بلادها بما يجري في السودان وسعيها مع الشركاء للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، وأشارت لمعرفتهم بالانتهاكات الواسعة من ميليشيا التمرد الإرهابية مؤكدة على أهمية المحاسبة على الجرائم وعدم الإفلات من العقاب. التقى السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف التقى أو بحضور سفير السودان لدى موسكو التقى بالمبعوث الخاص لرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا بحضور عدد من مساعديه وذلك بمبنى وزارة الخارجية الروسية. وتناول اللقاء تطورات الوضع في السودان من النواحي العسكرية والمبادرات المطروحة للحلول السلمية. وشرح الوكيل المكلف تطورات الأوضاع على الأرض موضحا الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ميليشيا الدقلو الإرهابية كعصابات إجرامية تستهدف المواطنين في أملاكهم وأعراضهم. وأكد بيغدانوف دعم روسيا لسلامة وسيادة السودان ووحدة أراضيه مؤكدا استعداد روسيا من واقع دعمها للشرعية في السودان للإسهام في جهود السلام.
كما تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وأهمية تبادل الزيارات والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. من جهة أخرى، بحث السفير حسين الأمين الفاضل وكيل وزارة الخارجية المكلف بالإنابة مع السفيرة نيلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من الإتجار بالبشر ومعالجة التحديات التي تواجه الوجود السوداني في مصر، خاصة القادمين بعد تمرد ميليشيا الدجلو الإرهابية، بغرض الوصول لمعالجات فورية وناجعة لها بالتشاور بين السلطات المعنية في البلدين. وحضر لقاء سفير السودان في القاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية والأمين العام لجهاز السودانيين بالخارج ونائب مساعد وزير الخارجية المصري للهجرة واللاجئين والإتجار بالبشر. عقد سفير السودان بالقاهرة الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي عقد اجتماع باللجنة المكلفة بمتابعة التحضيرات لانعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية برئاسة الدكتور عاصم أحمد حسن المستشار الثقافي بالبعثة. واطمأن السفير على سير عمل اللجنة والتنسيق الجاري مع الجهات المختصة بجمهورية مصر، مشددا على ضرورة توفير البيئة المناسبة للطلاب وأسرهم بما يسهل أو يسهل تأديتهم للامتحانات والالتزام بكل المعايير الوطنية المتابعة في إجراء الامتحانات. يذكر أن امتحانات الشهادة المتوسطة السودانية ستعقد خلال الفترة من 6 إلى 13 من يوليو بمجمعات تعليمية مختارة تم الاتفاق بشأنها واستلامها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية. التأم بمكتب وزير الصحة الاتحادية المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم ببغر السودان اجتماع مع تجمع المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي والإنساني، ذلك لمتابعة أعمالها بالسودان. وناقش الاجتماع عددا من القضايا والمواضيع على رأسها قضية النزوح والنازحين من مختلف الولايات. وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان ورقة عن النزوح والنازحين والمساعدات والدعم، كما ناقش توزيع المنظمات في الولايات فضلا عن الاستعداد لموسم الخريف وتوفير معيناته. وأكد وزير الصحة أهمية التنسيق وشراكات مع المنظمات في تقديم الخدمة الصحية بالبلاد. قدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة دكتور إبراهيم أحمد شمين، قدم التهانية للقيادات والضباط وضباط الصف وجنود في الخطوط الأمامية والارتكازات. وحيى والي الخرطوم قوات الاحتياط المركزي بمقرها بأم درمان، وحيى الوالي الروح المعنوية العالية التي كانت دافعا في تحقيق الانتصارات على ميليشيا الدجلو الإرهابية. ووقف الوالي ضمن جولته على تكايا أم درمان القديمة وما تقدمه من إطعام لسكان الأحياء. جينا نحن برفقة السيد الوالي عشان نقول لكم مبروك أصل الاحتياطي. مبروك على الإنجازات الكثيرة اللي قدمتوها ما بتتحصر ذاتها، وإنجاز الدوحة دي كانت حاجة تانية خالص. فنحن نقول لكم مبروك يا شباب، لكن أقول لهم الجاهزين يا ما سر الانتصارات، ونحن لازم نكون جاهزين في أي وقت في أي زمان، ونازبطين اللي عودونا بذلك، ونحن شفناهم وكنا معاكم لما كنت هناك في الخرطوم. الحصل داخل الخرطوم هناك، لكن كانوا رجال يعني وبيملوا العين، وما زلت كذلك. نحن والله نترحم على كل الشهداء. واخر شهيد في الاحتياطي كان العقيد ابو عبيده هناك استشهد في سنجه، نحن نترحم عليه. رجل والله ولكل الرجال، انا اعرفه تماما، زول مقدام زول مقاتل. لما الناس دخلوا على سنجه وقال ما بنسحب.
قاتل إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، ربنا اصطفاه وشهيدا إن شاء الله، قدم نفسه عشان نحن نحيا، وده طريقنا كلنا وطريق الاحتياط المركزي. القضية التي استشهد من أجلها ناس أبو عبيدة نحن نسير عليه. جسدت ملحمة تطهير منطقة الدوحة بأم درمان كملحمة بطولية للقيادة وجميع القوات، جسدت تخطيطا وتنفيذا ومتابعة نقلة نوعية جديدة في إطار معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجلو الإرهابية لتطهير البلاد من دنس الميليشيا الإرهابية. تم توزيع مواد إيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوافدي أم بدة بالحارة 80 كراري، وذلك في إطار تخفيف المعاناة على الوافدين بالتعاون مع محلية أم بدة ومنظمة إضافة. طردونا بسلاحنا. جيت هنا الليل عشان تاخذ حاجه من المنظمه دي؟ اي جاي من الجزيره، جينا ام درمان هنا قعدنا. جابكم الجزيره شنو؟ جابنا الحرب دي والله. بصوت خفيض تحدثوا الى الكاميرا الطفلان يوسف ورشيد، احدهم من ام بده والثاني من وات مدني، نموذج حي للتشريد القسري الذي مارسته ميليشيا الدعم السريع المتمرده تجاه المواطن السوداني، جمعت بينهم الإقامة في الثورة الحارة 80 كراري. ذهب إليهم اليوم المدير التنفيذي لمحلية أم بدة أبو القاسم أدم الطاهر، ترافقه منظمة إضافة وعدد من المسؤولين بالمحلية، حيث تم توزيع كميات من المواد الإيوائية والصحية. احنا والله في هذه اللحظات المباركات اتينا الى هذا المكان ان شاء الله في مقام اخوتنا في لجنه توزيع المساعدات الانسانيه في محليه كراري، هذه اللجنه التي يعني تعنى بامر اخواننا الوافدين في امر الاغاثه وتوفير الاحتياجات يعني كافه. وبرضه ان شاء الله احنا يعني تحياتنا لاخواننا في المفوضيه، ولما نقول تحياتنا احنا والله بنعبر عن والي ولايه الخرطوم الاخ احمد عثمان همزه ولهذه الولايه الذي يعني صمد وصمدنا معه، وكانت هذه العنايه والاهتمام يعني بأهلنا عموما في ظل هذه الظروف يعني، وإخوتنا كذلك في اللجنة العليا لإدارة الأزمة والطوارئ. مدير منظمة إضافة عمر محمد حامد، مدير قطاع الخرطوم ونهر النيل والشمالية، أكد أنهم بالشراكة مع مركز الملك سلمان وبالتنسيق مع حكومات هذه الولايات ماضون في تقديم العون الإنساني لهؤلاء الذين هم في أمس الحاجة للعون والدعم. نحن بنقدم حقيبة إيوائية كبيرة تشمل عدد من المواد، تشمل المواد بتاعت مطبخ، أواني وصحانة وحلل وسكاكين وجرد الموية وأكواب بتاعت موية ومشمعات وفرشات وبطاطين ومصباح وحاجات أخرى، وفي حقيبة صحية بتشمل مجموعة من مواد النظافة، صوابين مختلفة، معجون فرش، فازلين، كريمات، بعض الأشياء الخاصة بالفتيات. الحقيبة كل حقيبة نحن بنستهدف بها أسرة سواء كان حقيبة صحية أو حقيبة إيوائية. صدى طيب وارتياح كبير لدى المواطنين بالحارة 80، وقالوا إن هذه المساعدات جاءت في الوقت المناسب. نشكر اللجنة اللي جابت لنا الإغاثات دي، أيوة الحمد لله يعني ناس فعلا محتاجين عليها. أي ما قصر يعني. الحمد لله بس على كل البركة والسجادة. كنتوا محتاجين الله. الله يشهدك. ونحن والله مبسوطين معاكم كل البسطة والله. هاي دي مهمة لكم وكانت يعني ضرورية؟ يعني والله العظيم ربنا ده بعلم يعني حاجة مهمة عندنا جدا جدا، يعني جاتنا في ظرف كده يعني ظرف والله كان احنا محتاجين للحاجة. رغم التدخلات التي تقوم بها حكومة ولاية الخرطوم وبعض المنظمات من أجل تلبية حاجيات هؤلاء المواطنين ضحايا ميليشيا التمرد، تظل الحاجة للتدخلات من المنظمات الأممية والإقليمية حق ومطلوب. لتلفزيون السودان، مستور آدم إسماعيل، أشرف عمر، مكتب الخرطوم. بمشاركة قيادة اللواء 41 مشاة وشرطة ولاية كسلة بكل أقسامها وإداراتها وقوات جهاز المخابرات الوطني وكتائب الإسناد وقوات العمل الخاص والمقاومة الشعبية وقدام المحاربين، نظمت لجنة أمن الولاية
طابورا عسكريا أظهرت من خلاله قدراتها وجاهزيتها للتصدي لأي عدوان يهدد أمن وسلامة ولاية كسلا. أرتال من عربات الدفع الرباعي وحشد من الشباب الذين امتطوا الدراجات البخارية، الآليات الثقيلة حملت المدافع التي تحمل في جوفها الموت الذؤام لكل من يجرؤ بالتعدي على حرمات الوطن. فهذا الجيش الخميس العرمرم أظهر جاهزية ولاية كسلا لإفشال كافة المخططات الآثمة التي تستهدف الوطن أرضا وإنسانا وموارد. فالكل جيش مساند للجيش السوداني في معركة الكرامة. عاشت القوات المسلحة السودانية قوية فتية. الله أكبر الله أكبر. كسلا في أمان الله وفي حفظ الله، وإن شاء الله السودان يطهر من الأنجاس. عملاء الإمارات وكل من تابعهم، إنا والله في هذا الوطن لا نخشى إلا الله. طابور سير طويل لإظهار القوة العسكرية، والذي تحرك من مدخل مدينة كسلا في منطقة ريبة جاب كل الشوارع والطرق الرئيسة والأحياء السكنية بالضفتين الشرقية والغربية لمدينة كسلا. المواطنون على جانبي الطريق يحيون هذا الجيش الكاسح بالهتاف الخالد جيش واحد شعب واحد، والتهليل والتكبير ملء الحناجر، وزغاريد النساء تحمس الرجال. الكل شكل لوحة وطنية زاهية تؤكد التلاحم والتكاتف الأبدي والتعاون لرد أي عدوان محتمل على شرقنا الحبيب. يا قادة الجيش، الوطن انتو أساسه، وجيشنا وقت يقوم إبليس ينقطع وسواسه، وإبليس ذاته عارف إن الجيش ما ناسه. المولى وراه منه عدوهم وجيشنا ضاربين راسه، وليتمرد على الجيش ما ظنيته يلقى خلاصه. اللجنة الأمنية تراقب عن كثب سير الطابور العسكري، ولكسل المكلف اللواء ركن الصادق محمد الأزرق يتابع بإطمئنان وثقة بالله أن كسلا محروسة بعناية الرحمن، وهؤلاء الجنود الأبطال الفرسان الذين سيجودون بالمهج والأرواح والدماء قربانا في محراب الوطن. يا يما ما ولد الجدع طمطم فرايد الله ومرك لله صول بعرفين سونكي ذخيرة مصحفين لبيت للكوماج رجال. عمر خاطي، تلفزيون السودان، ولاية كسلا. أكد أمين عام حكومة ولاية كسلا علي أبو فاطمة كرار، أكد أن الحرب المفروضة على السودان تقوم بها بعض المجموعات بالوكالة لتنفيذ أجندة تخدم أعضاء الوطن، وقال إن ضعاف النفوس من مجموعات سكانية مختلفة تشارك في هذا العدوان الشرير ضد الشعب السوداني بغية السلب والنهب. وأكد أن الرجال من القبيلة السودانية الكبيرة ولها مساهمات كبيرة في التاريخ الوطني والإرث النضالي ضد الاستعمار البريطاني، حتى توج ذلك النضال بالحرية والاستقلال. جاء ذلك في زيارة وفد تنسيقية قبائل الريزيغات لولاية كسلا. أعداء الوفد نوروا القيادات ولجنة الأمن بأن ما ينسب لقبيلة الريزيغات بأنها وراء هذا العدوان وراء هذا التآمر والقزو الأجنبي البيتم على أرض السودان هم بريئين منه. وللأسف الشديد هذا المتمرد الميليشي للأسف يعني غدر وخان الشعب السوداني وقام بهذا التمرد وهذا الانقلاب المشؤوم، وبفضل الله سبحانه وتعالى القوات المسلحة وكل الأجهزة النظامية في استطاعت أن تفشل هذا المخطط. ظلت الميليشيا تمارس الهواية المعروفة وهي هواية النهب والسلب. هذه الحرب ليست حرب قبلية وليست حرب الريزيغات. صحيح هناك كثير من المتفلتين من عدد من القبائل داخل هذه الحرب يتحدثون باسم القبائل، ولكن بالتأكيد لا يمثلون
تلك القبائل. من جهة أخرى، أكد والي كسلة المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق أكد اهتمام حكومة الولاية بقضايا الأطفال، وأشار إلى أن التشريعات الإسلامية سبقت غيرها من القوانين الوضعية بتكريم الإنسان سيما المرأة والطفل. من جانبه، سمان مدير عام قطاع التنمية الاجتماعية بولاية كسلة الدكتور الأمين علي الأمين سمان جهود حكومة الولاية والشركاء في العناية والاهتمام بالتعليم وإتاحة الفرصة لأطفال النازحين لمواصلة تعليمهم في بيئة آمنة ومستقرة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه مجلس رعاية الطفولة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف بالولاية. ربنا سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان وتأتي الاهتمام بحقوق الطفل، سواء كان من تعليم، سواء كان من صحة، سواء كان من رعاية، سواء كان أن يعيش في بيئة خالية من العنف، في إطار تكريم هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبده ويستخلفه في الأرض. قبل ما تهتم المنظمات بحقوق الإنسان، اهتم القرآن الكريم بحقوق الطفل. افتتحت المدارس وفيها هم الطفل النازح، هو كذلك يستمتع بما يستمتع به أطفال ولاية كسلة، والأطفال محميين في جانب الصحة، لهم خدمات مجانية على سن معين، والآخرين محميين متوفرة، حتى الخدمات التي تشرى وتكون نادرة فهي متوفرة للأطفال. التعليم هو حق من حقوق الأطفال، فلذلك منظمة بلان درجت في كل سنة تحتفل مع الأطفال في كل القضايا بتهم الأطفال بالتنسيق والتعاون التام مع الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الأطفال. أكدت ممثلة والي النيل الأبيض وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية المهندسة وصال الشيخ فرح أكدت اهتمام حكومة الولاية بتوفير مساحات زراعية لصالح العائدين من دولة جنوب السودان. جاء ذلك لدى مخاطبتها حفل توزيع عقودات تمليك المزارعين العائدين مشروع زراعي مطري، منحة من أقاليم النيل الأزرق والذي أقامته منظمة رعاية السودانيين العائدين من دولة جنوب السودان. وأشادت الوزيرة بجهود حكومة إقليم النيل الأزرق في تمليك المزارعين المشاريع لاستقرار العائدين وتحسين أوضاعهم المعيشية، فيما أكد مدني مهدي مدني رئيس منظمة رعاية السودانيين أكد أن المشروع يستهدف تمليك عدد 70 مشروع زراعي بإقليم النيل الأزرق للمزارعين العائدين. وإن شاء الله نحن نزع جاهدين وناخذ أو نحزو حزو الولايات المجاورة إن شاء الله بتوفير قدر الإمكان يعني من المساحات وتنفيذ قرار المجلس السيادي وفق المتاح لدى الولاية إن شاء الله مع المشاريع المروية، القطاع المروي. ونحن عندنا مجموعة من المزارعين الآن، هم عندهم مشاريع في الجنوب سابقا والآن عندهم مشاريع وتقريبا عارفين الإشكالات الحاصلة، فبإن شاء الله بإذن الله حنرفع كل التوصيات دي والرسائل للأخ السيد الوالي وتأخذ قرارات إن شاء الله ترى النور بإذن الله. فهذا هو العمل الذي كلفنا ذلك وألجبنا لسبعين مشروع، وما تبقى لنا 229 مشروع سوف نواصل في التنفيذ فيها للمزارع العايد من الجنوب. دعا حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة باده دعا مكونات المجتمع عدم الالتفات للشائعات التي تزعزع أمن واستقرار المواطن. جاء ذلك خلال وقوفه ميدانيا على مجمل الأوضاع الأمنية بأسواق مدينة الدمازين برفقة اللجنة الأمنية، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية بكافة أرجاء الإقليم. جيش واحد، شعب واحد، نداءات تسيدت المشهد بأسواق مدينة الدمازين من خلال زيارة حكومة إقليم النيل الأزرق ولجنة أمنها لتلمسها على مجمل الأوضاع الأمنية بإقليم النيل الأزرق. فيه أمن وفيه استقرار، ونتمنى السودان كله ينعم بالأمن والاستقرار، والنيل الأزرق ده السودان المصغر، النيل الأزرق
انتوا واقفين قدام ده كله علوان الطيف. انتوا كل يا السودان المستقر يا موجود في النيل الازرق. انا داير اكد لكم اليوم الحرب اللعينه دي حرب مصنوعه للشعب السوداني. ان شاء الله السودان بكره ما يكون في السودان. الناس الخططوا للحرب دي الناس عندهم اطماع في الدوله السودانيه. ديرين يحاولوا يشيلوا الموارد بتاعت الدوله السودانيه. المحافظة على وحدة السودان وتراب الوطن يقول حاكم إغليم النيل الأزرق إنها أولويات تتطلب لحمة مكونات المجتمع خلف القوات المسلحة. لازم تحافظ لوحدة السودان. لازم انتوا شنو تحافظ لوحدة السودان. التراب السوداني الجيش اللي بتكلموا به ده الفلول يا جماعة. الجيش ده أي بيت عنده زول في الجيش السوداني. ما في حاجة اسمه فلول في الجيش السوداني. دير كل أبناء وبنات الشعب السوداني موجودين في المعسكر العريقة. الجيش ده لو انتهى والله أنا دير أقول لكم ما حيكون في السودان. عشان تاري تبنوا جيش بعد 50 سنة انتم ما حتكون عندكم جيش وما حتكون عندكم دولة. أنا دير أقول لكم من اليوم أنا لازم نأخذ يدنا جيش واحد شعب واحد. إلى ذلك بعث بعدد من الرسائل أهمها عدم الالتفات للشائعات التي تزعزع أمن واستقرار المواطن. الوسائد الكثيرة يقول لكم قال لها نصدام سري جو في الهتة الفلانية. نصدام يا جماعة دي حرب نفسية. دي أكاذيب. دي أكاذيب. أنتم ما تشتغلوا بالأكاذيب. ما تشتغلوا بالحاجات بتاع الواتساب او الوسائد بتاع الوسائد الاجتماعيه. ديرين يخلقوا زازة امنية عشان بكره حتكون دولة السودان. الدولة دي تكون دولة فاشلة. القوات الشعب المسلح في كل الجبهات لسه متماسكين. جيشكم ده القوات الشعب المسلح ده اقوى جيش في افريقيا. اقوى جيش في افريقيا. اليوم بحاربه مرتزقة من 25 دولة. ده السنة يمكن معاشين لي أكثر من 16 شهر لسه قادرين يقاوموا مرتزقة من 25 دولة. أنا داير برضه أكد لإخواننا التانيين ناس القحاطة ناس غول الحرية والتغيير. أنتوا قاعدين تنفذوا أجندة إشارة إنها ما يكون في عندنا دولة. النازيين جونا من الجزيرة من سنارة علنا ديل في المناطق المختلفة. لازم نمدلون يد العون. لازم نمدلون يد العون. افتح بيوتكم لاهلكم بتاع السنار. افتح بيوتكم للنازيين اللي جوا سواء كان من دارفور ولا من الخرطوم ولا من اي محل. انا داير اقول لكم حكومه الاقليم هي حكومه بتاع الشعب. الامن والاستقرار مسؤوليه الجميع يستوجب المحافظه عليه. عصام طه، تلفزيون السودان، اقليم النيل الازرق. جدد والي ولاية نهر النيل المكلف دكتور محمد البدوي عبد الماجد جدد التزام حكومته بتقديم الرعاية والعون الإنساني والدعم الاجتماعي للمواطنين الوافدين للولاية. جاء ذلك لدى لقائه السفير السويسري لدى السودان ووفد المفوضية الأوروبية للعون الإنساني. وأكد البدوي استمرار جهودهم بالتنسيق مع المؤسسات المعنية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير الإيواء للوافدين والمتأثرين بالحرب وتوفير الخدمات اللازمة. من جانبه أكد السفير السويسري لدى السودان سعيهم لمعالجة الوضع الإنساني في السودان، فيما أشار الوفد الأوروبي إلى أن زيارتهم لولاية نهر النيل شملت بعض المرافق الصحية والعلاجية بعبرة ومدينة الشندي ونماذج من مراكز إيواء النازحين بقرى المكابرة. زيارة أخونا السفير وزيارة أخواننا في الوكالة السويسرية هي بغرض الوقوف على يعني أحوال الوافدين لولاية نهر النيل. ونفتكر بأن الوافدين الحمد لله رب العالمين هم يعيشون في أمن واستقرار كاملين، بل وكثير منهم زاول العمل الطبيعي يعني كأنه يعيش في موقعه في منطقته بإذن الله تعالى. وأيضا أكدنا لهم بأن ولاية نهر النيل بحمد الله وبعونه هذه الولاية يعني
تستطيع هذه الولاية وحدها تستطيع أن تكفي يعني جزء كبير من أرض السودان إن شاء الله بالغذاء وبغيره وبكل شيء إن شاء الله. أنا أفتكر بأن الزيارة الآن يعني تأخذ جانب برضو إنساني آخر اللي هو تفقد بعض المستشفيات وعلى رأسه مستشفى عطبرة. My name is Patricia Donzi. I am the Director General for the Swiss Agency for Development and Cooperation. And we are on a mission in Atbara. ولاية نهر النيل للمتابعة وزيارة الشركاء معنا بالوكالة وهي رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية ودي أول زيارة لها في ولاية نهر النيل للعمل وتتابع كل الأنشطة الموجودة معه. ضمن الخطة بتاعتنا هو تم زيارة قرية المناصير 6 والوقوف على النازحين الموجودين في القرية وأيضا عندنا زيارة لمستشفى عبرة وبرضو زيارة لمحلية شندي لبعض الأنشطة المتعلقة بمنظمة الحوثي. دشن والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ضعط الله دشن المنصة الإعلامية لولاية شمال كردفان من خلال الورشة التي أقيمت بحضور أعضاء لجنة الأمن وحكومة الولاية، وحيا والي الولاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمستنفرين وهي تخوض معركة الكرامة، مؤكدا أن مشروع المنصة يمثل طفرة نوعية في مجال المعلوماتية والعمل الرقمي ومواكبة الطفرة المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، مناشدا المؤسسات والوحدات الأخرى السعي لإنشاء منصات إعلامية تسهم في تحقيق طموحات وتطلعات المواطن السوداني. المنصة طالما متاحة للعالم وبالتالي يكون هنالك تكامل أدوار في كل محيط السودان لما يحقق المصلحة العليا للسودان. بهذا الأمر نجعل من الولاية من ناحية المعلومة متوفرة للجميع داخل وخارج السودان، ومن الناحية الأخرى نحقق للمواطن أنه يرى من خلال هذه المنصة ماذا تعمل الحكومة وما هو دوره في تقويم عمل الحكومة، في تعديل مساره، في تحديد اتجاهاته، في تحديد أن الحكومة تضع من الخطط ما يلبي طموحات المواطن، لأن المجتمع يقود ولا يحكم. قيادة المجتمع تتأتى بالاتصال. تأتي أهمية هذه المنصة التي نسعى من خلالها إلى تقديم محتوى رقمي متميز يخدم أهدافنا التنموية ويعزز قيمنا الثقافية الاجتماعية. إن المنصة الإعلامية التي نحتفل بتدشينها اليوم جاءت نتائج لشراكة خلاقة وتنسيق تام بين مركز معلومات الولاية ووحدة الإعلام بأمانة الحكومة، ليس مجرد خطوة تقنية بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الإعلاميين من الوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية تمكنهم من تقديم محتوى يلبي احتياجات وطموحات المجتمع. بهذا الخبر مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، وهذا هو تذكير بالعناوين. القائد العام للقوات المسلحة يكشف عن مشاركة تنظيم القاعدة في القتال بجانب الميليشيا الإرهابية. البرهان يؤكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتطهير البلاد من دنس ميليشيا الدجلو الإرهابية. المبعوث الخاص للرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده للشرعية وسيادة السودان ووحدة أراضيه. هذه الأرض لنا مشاهدينا، حفظ الله البلاد، أرضا شعبا جيشا، أينما كنتم تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية، في أمان الله.